بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبلاء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منبر معطر مطهر منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى صدر العلا نور الهدى كفي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مقلوبه والمقلوب مقصوده والمقصود موجوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين سراج السالكين مصباح المقربين مذب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليماً.